السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل المساله رقم 17 من مشروع اويلر، فخليكم معايا. تمام، فالمساله بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو انت مثلا جبت الارقام من 1 لحد 5 وجيت كتبتهم على هيئه كلمات، تمام، وعديت الحروف الموجوده في كل كلمه ديت وجيت جمعت الارقام ديت، فيطلع لك 19 حرف. تمام، لو كتبت الارقام من 1 لحد 5 هيبقى فيهم 19 حرف. تمام، فهو عايز يعد بقى ايه؟ عايز يعد عدد الحروف اللي انت هتكتبها لو جيت عديت الارقام من 1 لحد 1000. تمام، فهو عايز يجيب كام حرف هيكتبه بقى في الفترة دي. هو قال لك كمان في ملاحظة ان المفروض ان المسافات الفاضية ما بتتحسبش معانا. تمام، وقال لك كمان الهايفن اللي هو الشرطة اللي هي عبارة عن اللي هي علامة ناقص دي. تمام، ده برضك مش معانا، اللي معانا بس كلمة اند. تمام، هو قال لك في النظام الانجليزي تمام بيستخدموا كلمة اند دي. تمام، فهو قال لك كلمة اند ديت معانا. طب امتى هتستخدم كلمة اند؟ هستخدم كلمة اند لو كان الرقم بتاعي فوق المية، يعني مثلا 101، 102، 103 مثلا، فبتقول 101، 102 هكذا، او مثلا 202 وهكذا يعني. تمام، فتقول الرقم مثلا اكبر من 100 او اكبر من 200 او اكبر من 300 والكلام ده، فهو بتحط اند. تمام، فدي طبعا ايه، دي شكل الكلمات، دي شكل الارقام بالكلمات والكلام ده كله. فتعال نخش بقى على الحل. اول حاجة النيمز ديت عبارة عن ايه؟ النيمز ديت عبارة عن ديكشنري. تمام، مثلا رقم صفر عدد الحروف بتاعته صفر، تمام، مش هيفرق معانا بقى. تمام، طيب بعد كده رقم واحد عدد حروف تلاتة، اتنين رقم تلاتة وهكذا يعني لحد رقم 90. انا كتبه لحد رقم 90. تمام، هنشوف دلوقتي هنستخدمه ازاي. بعد كده 100 and، احنا قلنا طبعا اي كلمة، اي ما اول ما يجي 100 فاحنا عارفين ان احنا هنستخدم كلمة and. تمام، ما عدا حالات معينه، مثلا يعني امتى مش هستخدم اند؟ مش هستخدم اند في مثلا في كلمه 100، ماشي، بقول 100 ما بقولش اند بقى، ماشي، مثلا 200 بقول 200 ما بقولش اند، فعشان كده مش هستخدم فيها كلمه اند. فديت ان شاء الله برضك هنحاول نعدلها. تمام، انما في باقي الحالات كلها طول ما انا فوق ال 100 دايما بستخدم مين؟ اند. تمام، طيب فمجموع الحروف بقى، عدد الحروف من اند 100 اند ديت عدد حروفها كام؟ 10. تمام، وال 1000 ماشي عدد حروفها كام؟ 11. تمام، 1 و 1000 مع عدد حروفهم 11، 100 واند عدد حروفهم 10. تمام، فدي الفكره، ودلوقتي ان شاء الله هنستخدمه. بعد كده عندك ميثود اسمها مين؟ اسمها كاونت ليترز. تمام، هندي لها الرقم اللي عندنا اللي هو مين؟ اللي هو 1000. تمام، والريزلت دي اللي هو مين؟ اللي هو مجموع الحروف. طيب بعد كده طبعا ديت انا كنت بس اعملها تشيك كده، يعني ايه، كنت بعمل تيست بس ما ديت ملهاش لازمه اسيبك منها. تمام، تعال بقى نبدأ نخش على الشغل الحقيقي بقى. أول حاجة احنا عايزين نعملها ايه؟ عايزين نجمع الأحاد، اللي هي ايه الأحاد ديت؟ اللي هي الأرقام من 1 لحد 9. تمام، فهنعمل ايه؟ احنا هنقول له نيمز، هنقول له ديت طبعا ايه، ليست كومبريهنشن. اتكلمنا عن ليست كومبريهنشن قبل كده، فلو انت مش عارفها يا ريت ترجع الفيديوهات اللي قبل كده، هتلاقينا ذاكر الموضوع ده قبل كده. تمام، فهو الفكرة ان احنا هنقول له ايه، هنجمع الأرقام من 1 لحد 9. تمام، وكل مرة مثلا كل ما يدينا رقم هنا في الرينج ديت هننادي على مين؟ هننادي على الديكشنري ونقول له هات لي عدد الحروف بتاعت الرقم ده. تمام، وبعد كده بعد ما نخلص خالص نجمع مين؟ نجمع الناتج ده. السطر ده كله هيديك مين؟ هيديك مجموع حروف الارقام من 1 لحد 9. تمام، وبعد كده خانة العشرات بقى اللي هو من 10 ل 19 نفس الكلام بالظبط. تمام، وخانة العشرات بردك من 20 لحد 90 نفس الكلام بالظبط برضك. تمام، مفيش اي تغيير خالص، كل اللي انا بعمله بس بغير كلمه، بغير الرينج بتاعي. تمام، طيب بعد كده بقى ايه، طالما احنا جمعنا بقى الاعداد من 1 ل 9 ومن 10 ل 19 ومن 20 ل 90 كده، اقدر ان انا اجمع مين؟ اعداد بقى من اول 1 لحد رقم 99. اول حاجه تعالى نشوف هتتجاب ازاي. فتره من 1 لحد 9. تمام، في كام فتره من 1 لحد 9؟ انا بتكلم كفتره كمجموع. تمام، يعني من 1 لحد 9 ديت هتتواجد كام مره؟ بص تعالى نبسطها كده، لو انت مثلا بتعد من 1 لحد 30 مثلا، تمام، هتنطق كلمة واحد ديت كام مرة؟ تمام، هنطق كلمة واحد ديت مرتين اتنين، أول مرة اللي هو رقم واحد، تمام، اللي هو بعده رقم اتنين، تمام، أول ديت أول مرة هنطق فيها رقم واحد. طب تاني مرة هتنطق رقم واحد امتى؟ في رقم 21. تمام، رقم 21 ديت هبدأ أنطق فيها تاني مرة رقم واحد. تمام، فعشان كده هتتنطق مرتين اتنين. نفس الكلام على رقم اتنين، هيتنطق مرتين، 2 و22، رقم 3 هكذا. تمام، فدي الفكرة يعني. فعشان كده في الفترة من 1 لحد 30 هيتنطق مرتين بس، هيبقى فيه مجموعتين اتنين بس من 1 لحد 9. تمام، مجموعتين، المجموعة اللي هي قبل رقم 10 والمجموعة اللي هي بعد رقم 20. تمام كده،
تمام، بس انا دلوقتي انا مش عايز من 1 لحد 30، انا عايز من 1 لحد 99. فيبقى عندك كام؟ هيبقى عندك 9 فترات. تمام، الفترة اللي هي من قبل 10 ده واحدة، وبعد كده 8 فترات من 20 لحد 100. تمام، من 20 لحد 100 هتلاقي عندك 8 فترات، حتى عدهم كده هتلاقيهم 8. فيبقى كده عندك كام؟ عندك 9 فترات. تمام، للفترة بس مين، او 9 مرات هتتكرر فيها الفترة من 1 لحد 9. تمام، يا رب تكون فهمت الحتة دي. وبعد كده عندك بقى الارقام اللي هي مين، 11 ل 19. ديت ايه؟ ديت لوحدهم، دولت مش هيتكرروا الا مرة واحدة بس. كل 100 رقم، كل 100 رقم تمام، مش هيتكرروا الا مرة واحدة بس. احنا بنعد من 1 لحد 99. تمام، فهو مش هيتكرروا الا مرة واحدة بس. تمام، عشان كده حطيناه. تمام، بعد كده، بعد كده بقى من 20 ل 90، من ال 20 ل 90 دولت هيتكرروا كام مرة؟ ال 20 لو انت جيت بصيت ال 20 هنا اهي، هتلاقيها بتتكرر كام مرة؟ هتلاقيها بتتكرر 10 مرات، كل 20 هتتكرر 10 مرات. اهو عد من 20 ل 29، هتلاقي 20 20 20 20 قاعد بيتكرر اهوت كام مرة؟ 10 مرات. 30 نفس المرة، نفس الكلام 10 مرات. 40 50 60 نفس الكلام بالظبط، كل واحدة فيهم بتتكرر 10 مرات. فعشان كده هنا ايه؟ جينا ضربناهم في 10. تمام كده؟ فدي الفكرة كلها. عشان كده يبقى الأرقام من 1 لحد 99 كده جمعناهم بالشكل ده كده. تمام؟ طيب هنستفاد فيهم ايه؟ هنستفاد فيهم في الخطوة الجاية ان شاء الله. بص يا سيدي، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنقول بقى طبعا ايه، احنا قلنا ان في كلمة، احنا دايما بنستخدم كلمة اند، يعني طول ما انا فوق المية تمام، يعني 101 102 او 201 202 و301 302 والكلام ده كله، دايما بستخدم كلمة اند. تمام، فعشان كده يعني ايه، معظم الاحوال احنا بنستخدم كلمة اند. ففي حالات معينة احنا مش هنستخدم فيها كلمة اند. احنا قلنا امتى؟ قلنا لما اجي اقول مثلا 100 200 300 400 500 600 700 800 900، ال9 حالات دولت مش هتكلم فيهم في كلمة اند، مش هقول كلمة اند. فعشان كده ايه، احنا قلنا unwanted and، يعني مش هستخدم كلمة and فين؟ في 9 حالات، اللي هو اللي انا قلتهم دولت، من 100 لحد 900. تمام، وبعد كده في اللينس بتاع كلمة and اللي هو 3، ممكن تشيل ديت وتحط 3، بس انا ايه، انا حبيت ان انا اكتبها بالشكل ده عشان بس ايه، تبقى واضحة لو حد مثلا قرأ الكود يبقى فاهم انا بعملها كده ليه، او التلاتة دي جت منين والكلام ده كله. تمام، طيب فطبعا ايه، هنا بقى هيبقى اللي هو 100 200 300. تمام، يبقى عبارة عن كام؟ هيبقى عبارة، لو احنا عايزين بقى نعد الميات، يعني رقم 100 دي اتكرر كام مرة، 100 دي اتكرر كام مرة، ماشي، 200 دي اتكرر كام مرة، 300 والكلام ده كله، دولت اتكرروا كام مرة، ده اللي انا عايز اعدهم. تمام، فيبقى عبارة عن كام؟ يعني ال 100 دي هتلاقي دايما بتكرر كام؟ 100 مرة. ما هو من 100 ل 200 في 100 رقم، ماشي، فدايما هيتكرر 100 رقم 100 مرة. تمام، فدي ده كده 100. تمام، في كام؟ في ال 100 اند. تمام، في ال 100 اند قلنا دي اللي هو كام؟ تكرار كلمة 100 اند اند. تمام، فدولت هيتكرروا 100 مرة. تمام، طبعا ايه، دي الرقم الواحد اللي هو رقم 101، بس انا عندي كام رقم؟ انا عندي 9 ارقام، اللي هو 100 200 300 400 500، فعشان كده ضربتها في 9. تمام كده، تمام. وبعد كده عندك مين؟ عندك بقى الجزء الثاني، ما انت هتضرب الرقم مين؟ ما مثلا رقم واحد ده انت ما بتقولش مثلا 100 على طول، لا، انت بتقول ايه، 100، وبعد كده تقول 200 300 400 500. تمام، فعشان كده انت بتكرر ارقام من كام لكام؟ من 1 لحد 9. تمام، فانت مثلا رقم 100 مثلا هيبقى كام؟ 100. تمام، ويتكرر 100 مره، وبعد كده زائد، بعد كده 200، وبعد كده يتكرر 100 مره، وبعد كده زائد 300 بيتكرر 100 مره. تمام، فلو انت جيت مثلا ايه، كلهم بيتكرروا 100 مره. تمام، فلو انت جيت خدت ال 100 عامل مشترك هنا اهوت، تمام، خدت ال 100 عامل مشترك، تمام، فيبقى لك جوه مين؟ ماشي، شيل كلمة 100 بقى دلوقتي، فيبقى لك جوه مين؟ هيبقى لك 100 عامل مشترك، افتح قوس، هيبقى لك كلمة 1 زائد كلمة 2 زائد كلمة 3 زائد كلمة 4 زائد كلمة 5 وهكذا لحد رقم 9، لحد كلمة 9. تمام، فدي طبعا مجموع الحروف ديت احنا عملناها قبل كده. احنا عملناها فين؟ في ان من 1 ل 9. تمام، دي احنا عملناها قبل كده وحسبناها قبل كده. تمام، بس ف يعني ايه، حاول تحسبها كده مع نفسك ان شاء الله هتلاقيها صح زي ما بقول لك كده. وكمان تاني حاجه، ان من 1 ل 9 ديت عباره عن فتره. انا قلت لك ان من 1 ل 9 ديت عباره عن فتره من 1 لحد رقم 9. تمام، فانت استحاله ما ينفعش انت تضرب هنا في 9، لا، هم اساسا ذات نفسهم 9 ارقام متجمعين مع بعض، فانت ما ينفعش تضربهم كمان في 9. تمام، فدي الفكره.
طيب بعد ما خلصنا كده انت جمع كل الارقام اللي عندك، تمام؟ كل الارقام، كل ما انت بتقول كلمة 100 بتضيف عليها كلمة اند، كل ما بتضيف كلمة 100 بتضيف عليها كلمة اند، تمام؟ فالمفروض ان في شوية حالات قلنا اللي احنا قلنا عليهم المفروض نشيل منهم كلمة اند، فديت بقى اللي احنا هنعمله، تمام؟ فدي اللي احنا هنعمله، وشلنا منها كلمة اند ناقص، وشلنا منها unwanted اند، تمام؟ فالمفروض ان الارقام من 1 لحد 999 اول حاجة بتبدأ من كام؟ من 1 ل 99، تمام؟ طيب بعد كده عندك مين؟ عندك 9 في مين؟ في ان من 1 ل 99. ما هو اي 100، اي رقم 100 مثلا هيبقى 101 102 103 104 105 لحد 99، تمام؟ فاي رقم فيهم هيبقى من 1 لحد 99، بس هما 9 ارقام اللي هو من 100 لحد 900، فعشان كده ضربناها في 9، تمام كده؟ تمام. امال ايه الجزء اللي فوق ده؟ احنا زي ما قلت لك الجزء اللي فوق ده اللي هو الاسم ال100 ذات نفسه، اسم ال100 اللي هو 100 ولا 200 ولا 300 ولا 400، تمام؟ فدي الجزء الاولاني من الرقم اللي هو الجزء ده كده، تمام؟ اللي هو ال100 ده، دي الجزء الاولاني من الرقم، تمام؟ انما الجزء اللي بعده، تمام، اللي هو الجزء ده اللي احنا بنحسبه ده اللي هو الجزء اللي على اليمين ده، تمام؟ فدي الفكره كلها، تمام. بعد كده بقى هنضيف على مين؟ هنضيف على الحروف اللي احنا عديناها في كلمة hundreds دي. فكده احنا عدينا مين؟ الارقام من 1 لحد 999، بس كده فاضل لنا حاجة واحدة وخطوة بسيطة خالص، ان احنا ايه، نضيف عليهم بس كلمة مين؟ 1000، بس كده ضفنا عليهم 1000، عشان هو لما لو انت جيت بصيت فوق هتلاقي ان هو بيقول لك ايه، انكلوسيف. انكلوسيف دي يعني ايه؟ مضمونة معانا في الحسابات، مضمون، ماشي؟ بس فعشان كده ايه، احنا ضفناها. فيبقى الريزلت كلها عبارة عن كام؟ عبارة عن ال 1000، تمام، زائد ان من 1 ل 999، بس كده، تمام. بس وبعد كده نرجع الريزلت بتاعي، بس فتعالى كده نشوف النتيجة. تطلع النتيجة كده، طبعا ما خدش حاجة وقسنا، احنا عملنا له كل حاجة، تمام. طيب تعالى نشوف الناتج كده، بسم الله. مسألة اتحلت الحمد لله والحل صح اهو، بس فالمسألة يعني كانت فيها شوية شغل شوية، وانت ممكن كمان انت ممكن تحسن المسألة شوية بحيث ان انت ايه، تقدر ان انت تعد الارقام اكتر من 1000، تمام؟ مثلا تعد لحد مليون ولا حاجة. ممكن اسيب لك الموضوع ده كتدريب، او انت مثلا تطبق اللي انت فهمته معايا هنا في الفيديو. فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وريت لو لسه ما شاركتش معانا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا، سلام عليكم.